أطلق معهد الشارقة للتراث برنامجه الصيفي درر الحكايات وجواهرها بنسخته الثانية. تفاصيل البرنامج في التقرير التالي. حكايات وعروض مسرحية، هذا ما شهدناه هنا في البرنامج الصيفي درر الحكايات وجواهرها المنظم من معهد الشارقة للتراث، ويقدم عدداً من الورش والأنشطة التي تهدف لإثراء وتطوير مهارات الأطفال في مجال الحكايات وسردها بمشاركة مختصين في هذا المجال فيما يستمر حتى 22 من أغسطس الجاري. نحن نعيش حقيقة في سلسلة حكايات تراثية ثقافية، فتبدأ حكاياتنا بكان يا مكان ونبدع في سرد هذه الحكايات بطرق إبداعية مبتكرة، وتنتهي بدروس وحكم وأمثال لنتعلم منها من هذا التراث الثقافي وموروثنا القيم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة تراثية حاضنة للأفكار والإبداع في الحكاية وسردها. في هذا البرنامج بنقدم ورش عمل للأطفال عشان يتعلمون كيف يكونون حكواتيين للمستقبل إن شاء الله، وأنا جدا يعني ممتن وفخور سعيد اني موجود هني، لان حتى انا كاحمد الممثل انا اعتبر حكواتي، واحمد كصانع الافلام انا حكواتي، ففكره اني اوصل شغفي في الحكايات للاطفال هذا شيء يعني الكثير وشيء جدا جميل وجدا مهم. انا ثاني سنه مشارك مع مدرسه الحكايات، ويعني دائما اقدم معهم الورش، والصراحه دائما نستمتع معهم وفرشهم بالذات اللي نتعلم منها اكثر واكثر. السنه اللي طافت احنا وايد استانسنا، وهالسنه نبغي نتعلم اكثر نستمتع اكثر. اليوم هاي ثاني مرة أشارك واستفدت وايد من الفعاليات، وايد زين أن الأطفال اليوم منا. البرنامج يهدف لاستغلال أوقات الأطفال خلال العطلة الصيفية فيما يأتي بمشاركة مؤسسات ثقافية إبداعية، منها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وبيت الحكمة ومؤسسة ربع قرن للمسرح وفنون العرض، بجانب المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومجموعة كلمات، إضافة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية. إذن يأتي برنامج درور الحكايات وجوهرها ليسلط الضوء على أهمية حفظ التراث، ويؤكد أن الإمارة حاضنة للإبداعات في مجال الحكايات وسردها. لأخبار الدار، محمد عبد الله، الشارقة.